لا شيماء بص هنا شيماء. مساء الخير على كل متابعي جريدة الوطن في كل مكان. احنا دلوقتي معاكم في لايف جديد عند من سوق الجمعة عند المعلمة عسلية. يعني زي ما انتم شايفين هم النهاردة بيوزعوا كفتة ورز. برضو كان انتشر كلام في الاونة الاخيرة عن يعني خطوبة شيماء بنت المعلمة عسلية. النهاردة هتكشف لنا برضو كل الكلام ده وهل فعلا هي اتخطبت ولا لا. هنتكلم برضو معاها دلوقتي بس هنشوف برضو. هم دلوقتي مشغولين في توزيع الاكل زي ما انتم شايفين. هم بيوزعوا كفتة ورز زي ما انتم شايفين على زوار سوق الجمعة. يا معلمة. ازيك يا معلمة؟ ازيك كله؟ معلمة يا حبايبي ازيك؟ ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيب الحمد لله. قول لنا ايه هتوزعي النهارده؟ بالصلاه على النبي كده وبالصلاه على النبي هنفرق. بنعمل رز وبنعمل كفته اهي. كفته ورز بالصلاه على النبي. يا جمالك صلاه النبي. دي اول مره دي تعمل كفته يا معلمة. كنا دايما بنشوف فراخ و والنبي لا تتقلي. طبعا المعلمه هذا مليون كله يعني زي ما انتم شايفين متابعينا جريده الوطن هي بس تعبانه شويه. شايفين برضو شيماء نتكلم معاها دلوقتي اكتر ونعرف. الناس كلها بتقول لك يا شيماء انت ايه اتخطبتي ولا ايه؟ كلمينا بقى. خد يا حبيبي. اصل في اخر ايام يعني من يومين كده طلع كلام ان انت اتخطبتي. هل الكلام ده صح ولا لا؟ لا هو عشان واحده بتشتري حاجه بس يا اي واحده. اي واحده بتتجهز واي واحده بتجيب حاجاتها بتشيلها. تمام. واكيد طبعا لما هتتخطب يا جماعه انتوا اول الناس هتغطوا. بس هي لحد ما اتخطبتش لسه. بس كان في كلام طلع قال لك شيماء اتخطبت لمطرب. الكلام ده ايه صحته؟ مطرب بيقول لك مطرب هل الكلام ده صح يا معلمه ولا لا؟ لا طبعا مش صح. لا طبعا. فين المطرب ده؟ فين المطرب يا شيماء ليكي يعني خد اللي انت بقى خد المعلمه عصام اللي هي اتخطبت. لا كل الكلام اللي طلع على السوشيال ميديا كله كدب ومش صحيح. يعني انا برده لسه هنجمع معاكم اللايف بتاعنا ده الرز اهو هتودي لمين تاني وده الكفته اللي هي بتقدمها المعلمه النهارده في السوق. يعني زي ما انتم شايفين في كفته وفي كفته وفي بتاع النضاره منوره يا معلمه. والله حبيبي بنور. قولي لي يا معلمه شكلك النهارده تعبانه ايه اللي حصل؟ بس ادي خد ادي المحسن واحد. يا شيماء انت اللي عامل الحاجات دي؟ معلمه يا شيماء ايه؟ انت مش معايا حبيبي. شيماء مين اللي عامل الحاجات الجميله دي؟ بص انت اللي عاملاها يا بيت. ايه قولي لي بقى يعني بارك قد يعني بتقعدي قد ايه بتعملي؟ حد بيساعدك ولا لا؟ بس يعني هي شيماء مشغوله شويه برضه هنتكلم معاها. يا شيماء انت واحده وامك واحده. يا شيماء شيماء حد بيساعدك في عمل الاكل دي ولا انت لوحدك؟ لا والله انا اللي عاملها. انت اللي عامله كل ده لوحدك؟ لا المعلمه برمت معايا المعلمه برمت لي الكفته. هي اللي برمت لك الكفته. عملت ايه يا معلمه؟ ايه انت اللي كنت بتدوري الكفته؟ لازم انا برم الكفته طبعا. برمها لمين؟ خد للراجل. خد يا فرح ادي للراجل. مش هينفع خليها يعني مش هينفع. لا بصور مش هينفع. مكملين دي زي ما انتم شايفين الكفته اللي هي بتعلمها بتوزعها المعلمه عسليه على زوار سوق السيده سوق جمعه بمنطقه السيده عائشه. يعني هم زي ما انتم شايفين هم مشغولين شويه في التوزيع. معلمة لو سألتك ايه السر بقى بان الناس كلها بتجيلك من جميع المحافظات؟ ايه سر حب الناس ليك؟ حب الناس ده كنز لا يفنى. هاتي دول يا شيماء. هاتي يا شيماء. سمعت ان النهارده كان في مشكله بتحليها. احكي لنا برضه تفاصيلها. مشكله جامده قوي. احكي لنا تفاصيلها. هاتي واحده هنا. ايمن اللي استغفر الله العظيم. احكي لنا تفاصيلها يا معلمة. طب ممكن لا حبيبي يلا يا شباب مش يفضلش بقى. ايه هي زي ما انتم شايفين بس يعني مشغوله في تجهيز الاكل. عايز ايه؟ ايوه تفاصيل المشكله بتاعت النهارده كانت ايه؟ ايه التفاصيل بتاعتها؟ ليكم ليكم
كانت مشكلة جامدة صباح كنفار ولفتوا مع بعض في الشغل والكلام ده كله و الكفته دايما بتاكل ايضا فما انت اللي بتعمل الحاجات دي يا شيخ بس فطبعا وقفت حليتها مسكوا بعض خمسه في بعضيهم وطبعا حليت المشكله كان شباب ماسكه مصر تمام اتحلت اكيد طبعا حليتها لازم اللي هي تتحل زي ما تتحلش سبعه تنفار ماسكين في بعضيهم هنا سبعه وهنا سبعه وناس هتيجي من هنا وناس اتصلوا على الضرب الاحمر واللي اتصل ما اعرفش على فين مش عايزها تتحل يعني الحمد لله انت حليتيها دخلت وحليتيها الحمد لله والشكر لله ايه سر بقى ان في كفته هنا النهارده في كفته وفي يعني الاول كان عدس شايفين الجمال الحقيقه يعني دلوقتي كان في عدس وفول كان في فراخ اول يوم وكان قبل كده فراخ وقبل كده فراخ ومكرونه قبل كده فراخ ومكرونه تمام دلوقتي مش هنعمل كفته اللي بيقسم بيه ربنا صح كل دي لحمه عاملينها احنا فارمين لحمه جملي بالرز طبعا لنا كفته جملي كفته جمله جميله طبعا بس يعني زي ما انتم شايفين والنهارده بقى يا معلمه مين اللي طبخ وعمل ولا زي كل يوم شيماء وانت بس شيماء طبعا وانا بس لو في حد عرض المساعده ان هو يجي يجتهد وان هو يساعدكم بحاجه بتعملوا يعني ايه نعمل طبعا اهلا وسهلا باي حد يعني لو في ستات بيوت حابين يساعدوا في عمل الخير اتواصلوا معاكي فرحه لا ما تحطيش مش لحظه يا حبيبي هيا معلمه ايوه اكيد يعني معلمه مجاهده جدا عشان اديك عند ام محمد وهي في بدايه اليوم وهي في السوق بتحل المشكله يعني هنتكلم معاها برده دلوقتي اكتر وهنتكلم برده مع شيماء هي شيماء جايه دلوقتي يعني شايفين الجمال الحقيقه الكفته الجميله جدا ورينا بقى الطبق اللي انت بتقدميها يا معلمه بتحط يعني وريني الطبق ورينا كده بتعملي ايه احنا بنعبي لسه لسه بنعبي يا جماعه ورينا بقى ايه بتحط مفيش معايا يعني زي ما انتم شايفين يلا شايفه ده الرز اهو ايه يمين دلوقتي اما نبدا الناس معلمه اللي بيطلب بتديله بقى ولا ايه ما كل الناس عمالين ناخده هو وشيماء بتسابه جوه تاني على كل ماشي عينينا حاضر يا شيماء الناس بتقول ان انت اعمل بس حاضر اي عامل ايه تعالى فين معايا شيماء تعالى يا عمور عامل ايه كل سنه طب عامل ايه يا حبيبي قوي هنا عامل ايه مش هينفع عشان بصور عامل ايه تعالى يا عمور زي ما انتم شايفين اللي جالها الناس من جميع اللغات يا شيماء على فكره يا شيماء الناس بتقول انت مغروره مش عايزه تردي والكلام ده انا بس طب رد علينا كده يا عم قول لنا يعني حد ساعدك في الاكل ولا لا يعني انا بس عايزك تيجي بس المايك امي اللي برمت لي الكفته هنرجع بس الموضوع موضوع الخطوبه يا شيماء يعني هل في ابراهيم قلنا انا هاكل الاطباق من الحله اللي تحت الحوض ما هي عشان الجمال والله شيماء طبعا كتر خيرها المعلمه موضوع كلمينا برضو عن موضوع الفيديو اللي انتوا رحتوا جبتوا كنتوا بتجيبوا اجهزه كلمينا اكتر عن تفاصيل الفيديو ده كنا بنجيب هدوم مش اجهزه بس الناس تاني معلش انا خيتك ده بس طب ايه قريب هنفرح بيكي ولا لا؟ بحول الله يا رب شيماء قريب هنفرح بيكي ولا لا؟ هي الناس كلها بتحبك الحقيقه وبتقول لك يعني كان في كلام كتير ان انت اتخضبتي وكده فالحقيقه انت تبينتي للناس يعني موضوع او حقيقه الكلام ده هم يعني هي مشغوله جدا في عمايل الوجبات لان في الحقيقه عدد كبير قوي من الناس واقف فاحنا برده مش عايزين نتكلم معاها كتير عشان تمشي الناس اللي واقفه يعني الحقيقه زي ما انتم شايفين الكفته وشايفين الرز يعني الرز احنا كان الحله مليانه على خيرها خلصت هل في حله رز ثانيه يا شيماء ولا ايه؟ ايوه في حلتين والله في حلتين بيستووا اه والله ربنا يجازيكوا خير والله الحقيقه يعني يعني زي ما انتم شايفين دي الوجبات اللي بيوزعوها هنا على الناس اللي واقفه هنكمل معاكم برضو اكتر يعني مش عارفين برضو اللي احنا نظهر وشوش الناس شيماء وفين المايك والله الرز التاني بيستوى اكتر من الفوق الرز بيستوى يعني انا شايفينها بتجهز الوجبات معلمه انت بالك قد ايه بقى بتعملي يعني بالك طول عمرك كام سنه مثلا
طول عمري الحمد لله. انت كل يوم جمعة الحمد لله بنعمل الخير ده ولا جمعة وجمعة ولا ايه؟ لا انت بتجي لي كل جمعة طبعا، مفيش جمعة وجمعة وانت عارف بكده صح؟ كل يوم جمعة. ايوه ربنا بس يدينا ونقدر نعمل، ويا ريت الناس كلها تعمل زي. هل بتوزع على اشخاص معينة ولا الكل؟ كله والله بياخد اهو، بس انا في ناس طبعا قاعدة غلابة من الصبح ما فطرتش فرشين على الارض وبتاع، لازم اللي انا اديهم صح ولا كلام؟ وحلة الرز التانية بتستوي، ففي ناس غلابة بتبقى قاعدة. كلامك مظبوط. اديهم يعني ولا لا؟ اديله عم عبده. بس اديله الواد ده. اديت محسن؟ اه اديله. ماشي بقى. الرز خلص. خد ايد الراجل. والله الحقيقة احنا مش حابين ان احنا نشغلهم، لان فعلا في عدد كبير، بس احنا حابين بس كنا حابين نتكلم معاها عشان تشرح لنا اكتر عن هما بيقدموا ايه، معلومات اكتر لحضراتكم يعني. مفيش والله تاني، الرز خلص بنساوي. هما بيوزعوا حلة الرز الاولى خلصت زي ما انتم شايفين. اكل الرز يستوي اللي انتم عايزينه كله. حط المعلقه هنا ليه يا شيماء؟ شيماء قال انا قولي لها اعمل لي حل تاني رز 2 كيلو تاني. قولي لها حله تاني تعمل على الشعله. لا اعملها على الشعله. الحله الثانيه امتى؟ حلتين بيستوى الله على الشعله والدنيا. طيب حاجة عايز بس اتكلم معاكي شويه، لو سالتك ايه المواصفات؟ عايز انت اربع علب بس الحلل بس. خلاص خلصت والله منور، بس النهارده مالك؟ ايه المواصفات؟ خبطتني توك توك يا جماعه، وانا واقفه عيل خبطتني كفيت على بقي، مناخيري اتكسرت واسناني اتلخلخت. اه طبعا مش قادره اتكلم، خدت ايه وحاجات مش قادره. هل في ناس فانا واقفه بالعافيه؟ لازم نقدم لك يعني عن طريق المعلمه العسكريه. هل انت بتفضي ولا ايه؟ ادعوا لي اهو تعمل ايه. الحمد لله على جيب ربنا. طب وغدا نوقف طيب ونقعد؟ لا ما انا شباب استوي بس الحاجه وهنكمل مع بعضينا باذن الله. سيبني بس لما بتعرف كده انا اقدر اجيب حبه حاجات وخلاص. كلام وديتك ليك يعني شباب يتجوزي ولا بتعمل ايه؟ اه بتفضل لا ما نتكلمش في حاجه، وهنعمل برضه سوق الجمعه في حاجه مفاجاه بس هنعملها اللي هي الصح باذن الله. سوق الجمعه مش هو سوق الجمعه ولا كلام. انت ترتاح. طب معلش برضه خليها تسوى على الشعله رز تاني حله تاني. هنعمل اكل بقى. سيب اللي فوق دي تستوي. تقعدي قد ايه احنا بنعملها فارمين اللحمه والكفته بنقعد 3 ايام والله نعمل. 3 ايام؟ اه يعني من امتى لامتى لامتى عشان تتعمل الجمعه؟ يعني بنقعد اللي احنا مثلا فرمنا الرز واللحمه والحاجه. والله لو اول ما اتخطب هقول الاربع. طبعا عقبال ما برمناها عشان كميه جاهزه، عقبال ما قعدنا عشان ما فيش اللي انا وشيماء اللي بنعمل، عقبال ما برمناها وكده وعملنا الحاجه ما حدش غنى لي قدام. وتاني يوم طبعا بقى بينا نقلي ووضبنا الحاجه وقلينا وبتاع. النهارده بقى السوا بقى من الصبح، والرز طبعا بيستوى اهو. اي حد يتدعى بتوجازين شغالين وشعله وبتاع وبنفرق وداني اهو تفرق منين. محمد فؤاد بالظبط. ويوم فراخ ويوم فراخ عمالين نعمل فراخ باذن الله. كل اللي هو موجود رضا من عند ربنا. اكيد انت مشغوله في عمل الاكل. انا بشكرك جدا. لسه برضو مكملين معاكم متابعينا متابعي جريده الوطن. نعطيك ثلاثه. دي الكفته ايه اللي هي بتوزعها المعلمه عسليه الحقيقه زي ما انتم شايفين الجمال. مباشر بقى انت طلعت الثلاثه تطلع على النت كده يا شهيره. لازم تدوق بقى. مين اللي بيظبط الحاجات يعني دي كلها والمقادير؟ شايفين الجمال. شيماء بس؟ اه بعد الرايب اللي بيظبط الحاجات دي شيماء صح؟ طبعا. انت بقى بتساعديها فيها يا معلمه؟ يعني انا عامله يعني عامله حالتين كفته من دي فاهمني؟ طبعا ساعدتها فيهم. قعدنا نبرم طبعا حالتين من دي الكبيره دي. طبعا احنا مش جايبين لها حاجه ولا بطاطس ولا الكلام دوت ولا كل الكلام ده احنا مش جايبينه. اللحمه بتاعتها ايه؟ جملي. كله جملي. جملي لحمه بلدي جملي. اللي احنا مؤاخذه بناكله للناس احنا بناكل منه، وقبل الناس ما تاكل احنا ناكل منه. لان الحاجه دي معموله لله. فلما تبقى لله يبقى لازم يبقى احلى حاجه. زي ما احنا بص بناكل الناس احنا بناكل منها. زي انت مش شفت كده ان انا اكلت منها. انت بقى تعبانه ليه النهارده بقى؟ دكتور خبطني.
سناني ملخلخه من قدام اهي ومناخيري مكسوره. كلنا ملاحظين فعلا. الف سلامه عليك يعني. فانا ما كانش هيعملوا الحاجه كمولاه مش عارف يفرقوا. قلت لهم طبعا لا هعمل على قد ما اقدر طبعا عشان دي عاده والناس بتشوفني وزي ما هم بيشوفوني وبيحبوني انا بشوفهم برضو بحبهم زي ما هم بيشوفوني وبيحبوني. طبعا انا جاي لان اشوفهم وبحبهم ولازم اللي هم يشوفوني واشوفهم كل جمعه واشوف حبايبي كلهم ومصر كلها تشوفني اللي انا بحبهم وهم برضو بيحبوني لازم اللي هم يشوفوني. فلازم نعمل احلى حاجه للناس كلها كل الناس مش حكايه كده. دي لحمه بلدي يا جماعه احنا ما بناكلش المستورد عامه ما اعرفش طعمه ايه فاهمني يعني. عندي شويه العدس اللي احنا عملناهم وحطينا لهم النخاع وسمن بلدي بالدنيا بحال. ما رضيناش نعمل لمغزه اللحمه المستورده دي ما نعرفهاش فاهمني. شويه الفول النابي تشفى وعسل مع عند ربنا بالليمون سكر زي العسل برضو حلو رضا حاجه دي بلدي فاهمني. فراخ طبعا انتوا عارفين الفراخ والمكرونه والكلمات ديت وقبلها لحمه وقبلها دوت وقبلها دوت وقبلها حاجات كتير. النهارده دي كفته لحمه جملي طبعا انتوا عارفين الجمال طبعا لحمه بلدي. الفلوس مش كل حاجه الناس تاكل احلى حاجه نجيب لها احلى حاجه. ربنا يرزقني ويسهل لي وبس ولا انا اجيب ويرزقني برزق حلال بس وانا للناس كلها والله العظيم. ويا ريت كل الناس اللي انا كنت امبارح معاهم في لايف و الدكتوره رشا الفاوي انا كنت معاها عامله لايف يا ريت كل الناس اللي انا نشدتها وقلت لهم ان ربنا كرمه وربنا يزيدهم من نعم الله اللي هم اهل مصر الكرام. الحاجات دي بتتكلف يا معلم طبعا في حاجه ما بتتكلفش اما شويه الفول النبي بيتكلفوا بس صدقني ما بحسش بتكلفتها عشان دي حاجه بتاعت ربنا. لما انا باكل الناس ببقى شبعانه بروح بالليل بكون واكل انا ما اكلتش من امبارح على فكره فاهمني. بس لما الناس بتاكل انا كاني كلت ايه يعني بتتكلف. اللي عند ربنا هو العاطي هو ربنا العاطي هو الواهب هو كل حاجه ربنا هو الرازق هو ربنا اللي بيرزق مش انا على فكره. طب ارتاح يا معلم على طول ارتاح عشان تعمل لما انا اقعد مش هينفع اقعد بقى شايفين باين عليها حد واخد اللي انا بقى مهزومه او قاعده يا معلم اهل الشارع كلهم مش فوقي دلوقتي يعني زي ما انتم شايفين ده الاكل اللي هو ده الاكل اللي هو كل جمعه على نفس الصنف ده ولا لا؟ لا صنف ايه احنا بنغير بقى ما احنا لسه قلنا من شويه بنغير كل حاجه بنغير كل حاجه بنغيرها. ازيك عامل ايه؟ عشان الناس كلها بتبقى موجوده وكلنا بنقابل بعضينا وكل اللي لهم في نسمه في حاجه بياكلها. طول عمري فاتحه البيت للصغار والكبير والايام العاديه ببقى قاعده في الشارع في ناس بتعدي عليا وناس بتاكل وناس بتشرب. مش حكايه ان احنا مش عاملينها فشخره ولا حاجه عشان دي بحطها في دماغي. انا لو بتكلم كده احنا مش عاملينها فشخره لو بتكلم كده عشان خاطر كل واحد ربنا كرمه ومعاه وربنا يزيده من نعيم الله اللي هم رجاله مصر رجال الاعمال والناس كلها اللي هي تنزل الناس الفقراء. انا مش بنعمل فشخره بس بنقول عشان هم بيحبوا عسليه في ناس كتير بتقلدها. انا ست بسيطه انا ست بسيطه بعمل حاجه بسيطه فاهمني بالراضي الفقراء عشان احنا زينا زيهم. امال بقى الناس الغنيه دي تعمل ايه؟ ما بقول لك ما بتونش اللي على الفقير فاهمني انت ازاي. فاحنا لما اخذ تلقى واحد فقير بس ما بيعدش بيقول يقطع لي كيلو لحمه يقطع لي مش عارف ايه عشان يطبخ عليه. هناك بياكلوا بالشوكه والمعلقه احنا ما خدناش على كده. فاحنا ناس غلابه وده سؤال غني سر حب الناس ده من عند ربنا. حب الناس ده كنز ما بيفناش مش من عندي ده من دعاء امي ده من دعاء امي صدقوني وبالوالدين احسانا ده من دعاء امي. كل اللي انا فيه ده من دعاء امي واللي انا بعمله ده من خير والدتي بكملها عشان كانت بتعمل بقالك كام سنه بتعملي الحاجات دي؟ طول عمري الحمد لله والشكر لله بعمل على قد ما بقدر. مفيش حد بقى بيساعدك في عمل الخير ده ولا انت بتعملي لوحدك؟ لا بنعمله لوحدينا. لما جالي عيش محمص 300 رغيف قلت فلان جاب لي عيش ما بننكرش حاجة حد. اللي عايز يعمل يعمل ايد ربنا ممدودة بالخير كل واحد قادر يعمل يعمل. احنا بنقولش انا دي حاجة دي مش جيبي الشخصي من جيبي من شقايا دي من شقايا. لو حد حبيبي ساعد هل اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بأي حد اللي قادر يعمل اي حاجة يجي ويقف ويعمل ويفرق للناس ويبقى قاعد كده نقول فلان عملها كلنا قلنا بنكمل بعضينا. يا ريت كل واحد يقدر يعمل يا استاذ محمد يا استاذ اشرف يا ريت كل واحد يقدر يعمل كل واحد فينا يا ريت يقدر بس فيا ريت كل واحد فينا يقدر يعمل
ويقدر يا محمد يعمل حاجات كتيره فاهمني انت ازاي، فكلنا واحد وبنكمل بعضينا، ويا ريت كل واحد ربنا كرمه. طبعا انا بناشد مصر كلها، اهل الصعيد واهل المنيا وبني سويف والفيوم واسماعيليه، وناس جايه لها من الخنكه وناس جايه من جميع الدنيا. يا ريت كل واحد وابو كبير ميديا للتحيه الغاليه، نقول اهل الشرقيه وناس كبيره قوي الكاميريه انت ومحمد وكلكم ولادي اللي واقفين قدامي، اللي ربنا يعليكم يا رب. يا باشا كل الشرقيه كلهم احنا الشرقيه على فكره يعني الشرقيه الامحه، وانا بحيي اهل الشرقيه وكلكم ده من منيا الامحه اهوت. يعني احنا بنشكر، ده كان اللايف بتاعنا مع المعلمه عسليه. احنا يعني شايفين زي ما انتم شايفين حب الناس برضو، حب كبير قوي للمعلمه عسليه هنا في السوق. يعني متابعينا متابعي جريده الوطن، يعني ده كان تفاصيل اللايف بتاعنا. يعني احنا بنشكركم جدا، كنت معاكم انا الصحفي اشرف العمده الصحفي بالجريده. معموله بص بالايه، معموله من اللحمه الجملي فاهمني انت ازاي، والرز والخضره والتوابل والكمون كل حاجه حلوه. طلع على النبي وقرا على قلب ربنا في الحال. هنحطه